لمناقشة ملف المخفيين قسريا في العراق مع تزايد أعدادهم في الفترة الأخيرة ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي الأستاذ محمد عماد. أستاذ محمد، بداية مرحبا بكم. يعني على حاجز أمني واحد وهو سيطرة الرزازة ناحية الصقلاوية، أكد النائب يحيى محمدي أن نحو 1500 مواطن عراقي خطفوا، يعني كيف تنظر المنظمات الحقوقية لأزمة المخفيين قسريا في العراق والتي لا زالت مستمرة حتى الآن؟ بداية تحية لكم وللسادة المشاهدين. حياك الله. للأسف يبدو أن هذه الأيام لم تشفع للمواطنين العراقيين من أن تخفف الحكومة العراقية من وطئ انتهاكاتها بحقهم، وخاصة في موضوع الإخفاء القسري وخطف المواطنين العراقيين عبر الحواجز وفي الأزقة، خصوصا الأشخاص النشطين والمؤثرين سواء في المجال الحقوقي أو في مجال صناعة المحتوى الإعلامي والسياسي. حقيقة ما نرصده يوما بعد يوم هو مؤشر مقلق تقوم به السلطات العراقية تجاه المواطنين العراقيين، وما يزيد هذا الأمر سوءا هو الصمت الدولي الغير مبرر تجاه ما يحدث في الساحة العراقية، لا سيما وأن هناك كانت زيارة أكثر من مرة على المستوى الدولي لعدة مبعوثين أمميين للأراضي العراقية خلال الأسابيع الماضية، والتي حدثت خلال تلك الأسابيع عدة أحداث تؤشر على مستوى الانتهاكات الخطير الذي يطال المواطنين العراقيين، لكن للأسف لا يبدو أن هناك إرادة حقيقية دولية وقف هذه الانتهاكات، أو أن التحرك الحقيقي الدولي المتأخر سيزيد من وطأة هذا الانتهاكات أو تلك الانتهاكات. منظمات حقوقية عديدة دعت الحكومة للتحرك في هذا الملف، ملف المخفيين قسرا في العراق، يعني بشكل أكثر شفافية والكشف عن مصير هؤلاء المخفيين قسرا بشكل أكثر وضوحا. يعني كيف كان تعامل الحكومات السابقة مع هذه الدعوات؟ هل السؤال حضرتك عن الحكومة العراقية أم الحكومات الدولية؟ الحكومات السابقة التي هي مستمرة منذ العام 2003 وحتى الآن، يعني عمليات الإخفاء القسري، هذه الجريمة، هذه الانتهاكات بحقوق الإنسان العراقي ملف كبير وخطير، وهناك دعوات كثيرة من المنظمات الحقوقية الإنسانية للاستجابة لهذه الدعوات وكشف المخفيين قسريا، ولكن يعني هل وصفت لنا كيفية تعامل أو تعاطي هذه الحكومات مع هذه الدعوات من المنظمات؟ نعم، أعتقد لم يتم الصوت بتلك الجودة الجيدة، لكن أعود لحضرتك بالنسبة لتعامل الحكومات السابقة في هذا الملف، وهو تعامل رديء من ناحية الديناميكية والتعاون المستمر، التوافق المستمر مع التقارير الحقوقية ومع المؤسسات الدولية، وخير ما يؤشر على ذلك أن المؤسسات الحقوقية سواء المحلية العاملة في الأراضي العراقية أو المؤسسات الدولية التي قامت بإرسال عدة خطابات موثقة بالمناسبة لتلك الحكومات العراقية المتتابعة، مثلا تطالبها بالاستفسار عن الأوضاع الحقوقية واحترام ميثاق وقواعد القانون الدولي في العديد من القضايا، والتي كان آخرها قضية اختطاف المواطنين العراقيين الأبرياء دون أي تهم منسوبة إليهم ووضعهم في محاكمات مستعجلة. إلى هذه اللحظة ومن خلال المرور في الحكومات السابقة لم يوجد هناك أي رد أو تعاطي أو تجاوب حقيقي يؤشر على أن هناك حكومة عراقية مثلا حقيقية ترغب في تطبيق قواعد القانون الدولي وحماية الحقوق المناطقة. الأمر أخذ بالاتساع واتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، يعني هذا لم يقتصر فقط على مناطق بعينها في ضمن مخطط التغيير الديموغرافي بحسب وصف مراقبين، يعني لم تقتصر فقط على جرف الصخر أو الصقلاوية أو أطراف بغداد، وإنما أيضا هذه العملية، عملية الإخفاء القسري، شملت أيضا ثوار تشرين الذين يطالبون بإسقاط النظام السياسي الحالي في العراق. يعني كيف تنظرون إلى هذا الأمر من الناحية الإنسانية والقانونية؟ بالفعل، واود التنويه هنا لنا الا انه اننا كمرصد متوسط لحقوق الانسان نوهنا منذ اللحظه الاولى ان انتهاكات الحكومه العراقيه والميليشيات المسلحه لا يتم فقط في المدن التي تشهد حراك شعبي وحراك سياسي والذي طالب باسقاط الحكومه العراقيه، بل وجدنا ان هناك العديد من المدن التي لا يتم التحدث عنها بشكل رئيسي والتركيز على الانتهاكات التي تجري بها، ولاحظنا منذ بدايه الازمه ان هناك بعض المدن تشهد ملاحقة بشكل متخصص فيما يتعلق بأسماء لأشخاص صحفيين وإعلاميين ومحامين، و
وايضا اشخاص مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا التاثير وهذه الملاحقات التي كانت لاولئك الاشخاص المؤثرين بدات التوسع والتمدد خلال الاسابيع الماضيه، حتى طالت الان اصبحت تطال العديد من الافراد المدنيين الذين لا يحملون اي صفه سياسيه او صفه حقوقيه، وبالتالي هذا الامر هو مؤشر خطير جدا يضاف الى سلسله الانتهاكات التي تقوم بها السلطات العراقيه، وايضا يطرح التساؤل عن الايام القادمه وما تحمله للمواطن العراقي في حال استمرار السياسه الحكومه العراقيه في سياساتها في تصعيد وتيرة الاعتقالات والاختطاف والاخفاء القسري للمواطنين، وايضا في حال استمرار الصمت الدولي المقلق تجاه ما يحدث. مع استمرار عمليه القمع يعني ضد الثوار ثوار تشرين المطالبين باسقاط نظام والعمليه السياسيه الحاليه في العراق، يعني تزداد ايضا وتيره الاخفاء القسري، ولكن هناك ايضا يعني عامل مستجد وهو يعني رئيس الحكومه مصطفى الكاظمي يوجه بالعمل على كشف مصير المغيبين والمخفيين قسريا في العراق. هذه الخطوه هل تتوقعون انها سوف تلحق سابقاتها من حيث الوعود ومن ثم المماطلة؟ نحن نؤكد أنه طالما بقيت هذه المطالبات الحكومية هي حديث الأروقة السياسية دون أن يكون لها تحرك حقيقي وجدي على أرض الواقع، فهي مطالبات من أجل التفريغ الإعلامي أو تفريغ الكبت الحالة الشعبوية التي تجري الآن في الأراضي العراقية. ودعني أذكر هنا عدة أمثلة، أنه هناك عدة مطالبات للحكومة العراقية السابقة بالمناسبة، وأيضا لمجلس النواب العراقي الذي قمنا بالتواصل معه، مثلا نحن كمنظمة دولية بشكل مباشر ومع لجنة حقوق الإنسان داخل المجلس، بأنه هناك أعداد من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الإجراءات القمعية، وأيضا هناك أشخاص مختفون قسريا ومخفون قسريا داخل السجون العراقية، ولم نجد أي مطالبة أو أي تحرك حقيقي. بمعنى أنه إذا كانت الأداة الرقابية الأساسية والضمان الأساسي للرقابة على الحقوق العراقية لم تتحرك إلى هذه اللحظة، عندما تقوم الحكومة بالتصريح بأنها ستقوم بالتحقيق أو بإطلاق سراح المختفين قسريا، لكن لم نجد أن يكون هناك أداة رقابية تتابع هذه التعليقات وهذه التصريحات وتؤكد أنه بالفعل بدأت الحكومة بالاستجابة للمطالبات الحقوقية بإطلاق سراح المخفون قسريا ومتابعة الأشخاص الذين قاموا بمثل هذا الانتهاك ووضعهم في العدالة. نحن أمام عبارة عن تفريغات إعلامية فقط من أجل تخفيف الضغط الحقوقي على الحكومة العراقية، وأيضا من أجل عدم توقيع أي عقوبات مستقبلية من قبل المجتمع الدولي وبخاصة الاتحاد الأوروبي. من إسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي الأستاذ محمد عماد، شكرا جزيلا لك.